نفقد البيت، ما لقيناش بيوت اصلا، ركام ودبش، بتقدرش تتحرك اصلا انت. الحيوانات بتقدرش تعيش هنا، كيف الانسان بده يرجع يعيش؟ دمار مش طبيعي. والله انا رحت على ظهري ما لقيتش الدار، يعني الحمد لله رب العالمين انه احنا يعني دارنا ودار جيراننا، يعني توقعت انه احنا نلاقي مأوى نقعد فيه. رحت اشوف اذا في لي دار ضايله ولا لا، لقيت انه الدار شبه مش موجوده، فيش درج اقدر اطلع على الدور الثالث، فتسلق اخويا من فوق وطلع وجاب لي اغراض اللي اقدر عليه، اواعي للصيف للاولاد.